أسرار عسكرية واستراتيجيات تجارية ومعلومات عن خطط أمريكية في أكثر من ميدان تشكل هدفا أساسيا لهجمات قرصنة واسعة النطاق تعرضت لها الولايات المتحدة متهمة بكين وطهران بتنفيذها. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن عشرات الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية تعرضت لهجمات إلكترونية صينية وإيرانية في حملة متجددة، ولكنها هذه المرة بوتيرة أسرع. هجمات إلكترونية متجددة من الصين وإيران على مؤسسات أمريكية. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في صدد اتخاذ إجراءات طارئة بعدما أكدت لها وكالة الأمن القومي تعرض بنوك وشركات ووكالات حكومية في الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية إيرانية أوسع نطاقا من هجمات سابقة. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز بعد حصولها على نسخة من بيان استخباراتي أن عشرات الشركات في الداخل الأمريكي هاجمها جواسيس صينيون حديثا. خبراء أمنيون قالوا أن تسارع وتيرة الهجمات الأخيرة من طهران وبكين يأتي عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وصراعاته التجارية مع الصين، إذ تسعى بكين لسرقة أسرار تجارية وعسكرية من شركات مقاولة وتقنية أمريكية في خرق لاتفاق كان قد توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ مع سلف ترامب باراك أوباما. فالوقائع تشير إلى أن الاتفاق الذي ينص على الامتناع عن شن أي هجمات إلكترونية ألغي بشكل غير رسمي في ظل التوترات التجارية بين البلدين، إذ أصبحت الخروق الإلكترونية الصينية أكثر تخفيا وتطورا وفق مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية. وقال هؤلاء أيضا إن المخترقين الإيرانيين هاجموا منذ العام الماضي 80 هدفا في الولايات المتحدة واثنتي عشرة دولة أوروبية، هجمات دفعت واشنطن لفرض عقوبات الأسبوع الماضي على شركتين إيرانيتين متورطتين في الخرق الإلكتروني. معنا الآن من واشنطن الباحث في الأمن السيبراني في معهد ديفيس للأمن القومي والسياسة الخارجية ديفيد إنسيرا. سيد إنسيرا مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. بداية، كيف يمكن تفسير تزايد حدة واتساع نطاق هذه الهجمات؟ يعني المنطق يقول عندما يحصل هجوم أو هجمات تتخذ إجراءات مضادة وبالتالي تصبح الهجمات التالية أصعب. لماذا نرى وتيرة متسارعة ومتزايدة من هذه الهجمات سواء الإيرانية أو الصينية على الأهداف الأمريكية؟ شكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد بأن هذه قضية ترى فيها الصينيين مثلا، لقد اتفقوا على وقف مثلا سرقة حقوقنا الفكرية واختراقنا، ولكن رغم هذه الاتفاقيات التي عقدت أثناء فترة أوباما ولكنهم لم يعترفوا بأنهم كانوا يخترقون. الجميع كانوا يعرفون ذلك ولكنهم رفضوا ونفوا أنهم يفعلون ذلك. إذن هذا يعيدنا إلى الوضع السابق. هذه ليست الصين الجديدة، والآن يظهر بأنهم ربما أذكى. وبالنسبة للإيرانيين نرى نفس القصة، ولكن طبعا الأمر يتعلق بالاتفاق النووي، ومع طبعا هذا الاتفاق النووي الذي تم التخلي عنه فإنهم يريدون أن يهاجموا الولايات المتحدة كانتقام. وطبعا إنهم لأنهم يشعرون بأن من مصلحتهم مهاجمة الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تحاول أن ترد بإجراءات مماثلة. إجراءات مماثلة مثل ماذا؟ يعني الإجراء الذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي فرض عقوبات على شركتين إيرانيتين من الشركات المتورطة في هذه الهجمات. بالتأكيد هذه الشركات لا تتعامل مع الولايات المتحدة ولا تتأثر بهذه العقوبات، وبالتالي هذا إجراء شكلي يقول البعض لا أكثر ولا أقل. ما هي الإجراءات التي ترد فيها الولايات المتحدة على مثل هذه الهجمات؟ Yes, as
في كل دولة وكل هاكر طبعا مختلف. الصينيون ربما لدينا نفوذ أكثر لأن الشركات الصينية تريد أن تكون لديها تجارة في الولايات المتحدة، وطبعا لو أفرضنا عقوبات عليهم فستتضرر. أما الإيرانيون بالنسبة لي ربما نعم الأمر رمزي نوعا ما، ولكن هناك دول أخرى مثلا أوروبية تريد أن تشتري بضائع منهم، ربما سنفرض عقوبات عليها، ربما سنفرض عقوبات على أشخاص كما قلت يخترقون ويحاولون الاختراق. ولكن أعتقد بأننا ينبغي أن نقوم بعمل جيد هنا، ينبغي أن يكون أمننا هنا قويا جدا، وننظر في طرق لتحسين الأمن السيبراني وخاصة في القطاع الخاص أيضا، لأنهم يهجمون الشركات وليس الحكومات. إذن علينا أن نعمل أكثر مع القطاع الخاص لوقف هذه الهجمات. دعني أسألك سؤال تقني إلى حد ما، تقني أمني سيد إنسيرا، يعني طبعا اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات هذا أمر مفهوم، ولكن البعض يقول يجب أن يكون هناك قوة ردع بين قوسين لوقف أيضا مثل هذه الهجمات. بمعنى آخر، يجب على الولايات المتحدة أن تقوم أو أن تهدد على الأقل بالقيام بمثل هذه الهجمات، قد يكون هذا أحد الحلول لوقف الهجمات من الطرف الآخر، ما رأيك؟ نعم طبعا الردع، فكرة الردع العديد من الخبراء ينظرون في هذه القضية، لأن أي عقابا يمكن أن نفرضه على الصين أو على إيران أو الدول الأخرى التي تحاول اختراقنا يمكن أن نقول بأنكم طبعا سنضركم إذا فعلتم ذلك. في بعض الأوقات يكون هناك ردع مثلا في المجال السيبراني، نخترقهم نحن أيضا، ولكن نحن ننظر في ردع مثلا ما هي الأمور الأخرى التي نستطيع أن نفعلها، مثلا الأمور الشرعية، العقوبات، وربما مثلا نقوي شركاتنا حتى مثلا تقوي دفاعها السيبراني، وشركاتنا حتى تتابع المهاجمين مثلا وتضربهم وتعرف أين يذهب تلك مثلا الملكيات الفكرية، أين تذهب، إلى إيران أم إلى الصين. إذا لا ينبغي أن يكون فقط ردع سيبراني، ينبغي أن نستعمل كل الأدوات الموجودة لدينا، والأمر يتعلق بمن يهاجمنا وليس بالأداة نفسها وكيف كان الاختراق ومدى جديته. هذا هو ردنا. الأدوات كلها مستخدمة سيد إنسيرا بحسب المعلومات المتوفرة. الولايات المتحدة لا يعني لا توفر أدوات قانونية، أدوات شرعية لاستخدامها في هذه الحالات، عشرات العقوبات على كيانات وأفراد وكل هذه الأمور. ولكن سؤالي هو يتعلق بمسألة الردع. بحسب معلوماتك، يعني لا أدري إذا كنت بإمكانك أن تتحدث في هذا الموضوع، هل تقوم الولايات المتحدة بهجمات مضادة من هذا القبيل سواء على إيران أو الصين أو على أي جهات أخرى؟ أعتقد بأننا لو قمنا بشيء فسيكون مختلفا. الولايات المتحدة مثلا ليست بحاجة لأن تذهب وتسرق الملكية الفكرية للشركة الصينية، هذا ليس شيئا نؤمن به، ليس من مبادئنا، إنه شيء في طريقة بطريقة الصينيين. نحن لن نرد بنفس الطريقة. لو فعلنا شيئا في الصين فسيكون بكيفية مثلا تحديد من يهاجمنا وكيف نستعمل الأمن السيبراني، هل كانت مثلا قوة عسكرية أم غيرها. ولكن ما نفعله مثلا إذا رددنا على الشركة الصينية التي مثلا تستفيد من السرقة الفكرية، هناك الكثير من الأدوات التي يتم التحدث عنها في الآن في المفاوضات التجارية، لأنه لا يمكن السماح للصين بأن تخترق شركاتنا وتسرق ملكياتهم الفكرية ثم تستعملها لمصلحتها. إذن ينبغي أن يكون هناك رد من الولايات المتحدة معتبر في كيفية الرد على السرقة الفكرية وسرقة شركاتنا، وهذا شيء طبعا كما قلت لا يمكن أن نعمله. نحن لا نسرق لأننا كما قلت نحن لا نؤمن بهذه المبادئ. ولكن البعض قد يرى سيد إنسيرا أنه وقوف الولايات المتحدة في موقف المتفرج ومحاولة اتخاذ إجراءات سواء عقابية أو شيء من هذا القبيل، يعني يظهر نوع من العجز إلى حد ما، يظهر أن الولايات المتحدة لا تملك الذخيرة الكافية
بين قوسين للرد على مثل هذه الهجمات. نحن نتحدث عن حروب هنا، حروب الجيل الخامس، حروب العصر الجديد، وهي تشن على الولايات المتحدة اليوم من قبل هذه الدول. هل ستقف الولايات المتحدة متفرجة يعني إزاء كل هذه الأمور؟ لا، أعتقد أن هذه نقطة وجيهة جدا. نحن بما أننا لا نسرق من الشركات الصينية، هذا لا يعني بأننا عاجزون أو لا نرد. أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك ربما رد عدواني أكثر بالعقوبات، وكما قلت ينبغي أن ننظر في الألوات التي نختار من خلالها كيف نرد. مثلا هل نرد مثلا في الساحة الإجرامية وننظر في كيف مثلا نضرب المؤسسات الصينية في العالم السيبراني؟ أنا متأكد بأننا سننظر أيضا في طرق مثلا للتواصل مثلا وتعزيز شركاتنا، ليس فقط للدفاع عن نفسها ولكن أيضا لمحاولة الاختراق والصد. أيضا علينا أن نفعل أكثر، ولكن ما نفعله اليوم لا أعتقد أن الولايات المتحدة ينبغي أن ترد باختراق الشركات الصينية. نحن فقط سنسعى لأن ندافع عن شركاتنا وسننظر في كل الأدوات الأخرى. أنت محق، نعم لا ينبغي أن ينظر إلينا بأننا لا نرد وأننا عاجزون، علينا أن نكون أقوياء على كل الجبهات. شكرا لك ديفيد إنسيرا، الباحث في الأمن السبراني في معهد ديفيس للأمن القومي والسياسة الخارجية، كان معنا من واشنطن. شكرا.